النقطة التانية اللي أنا عايز أقولها إن مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدل من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة والتي تتسم بالخطورة. حد يقول لي هو في علاقة بين الاثنين؟ يعني البند ده والبند اللي بعده؟ اه طبعا. أنا بدرس البيئة المصاحبة ليا، لكن وأنا بناقش ده بشوف يا ترى الدولة عندي حجم الصلابة بتاعتها كرأي عام يمكنني من تمرير المسار اللي أنا عايز أتحرك فيه ولا لأ؟ وهديكم مثال. هفكركم إن في 2015 إحنا شلنا دعم جزئي كده، فاكرين؟ مش كده؟ شلنا دعم جزئي عن الوقود، مش كده؟ مش كده طارق ولا أنا نسيت؟ صح كده؟ الناس كلها ساعتها قال لك إيه؟ هو الرئيس السيسي بيغامر بشعبيته؟ بيغامر إيه؟ بشعبيته، مش كده؟ أنا كان تقديري في الوقت ده إن الرصيد اللي موجود ده لابد من استثماره أكبر حجم من الاستثمار في الإصلاح والبناء، لأن مش هتتعود الفرصة تاني، وقد لا يتواجد مسؤول آخر في المكان ده بعد كده يقدر يبقى عنده هذا الحجم من الأرصدة اللي ممكن الناس تقبل منه. الفكرة مختلفة خالص، الفكرة هنا مختلفة خالص. لو ما كانش متخذ القرار منتبه للكلام ده كويس وعارف يعني ايه هو فين ويستفيد من الفرصة لمين؟ لبلده، يستفيد من الفرصة لمين؟ لشعبه، لتقدمه، لاستقراره، يبقى هو فاتته الفرصة.